معانا مداخلة. المستشار رضا محمود رئيس غرفة عمليات نادي قضاء. أهلا يا ست مستشار، ازي حضرتك؟ أهلا يا فندم. أخبار حضرتك إيه؟ أنا لست رئيس عملية غرفة العمليات، أنا رئيس غرفة العمليات سعادة الدكتور محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاء مصر. أهلا بيك يا فندم. أنا حضرتك أنا رئيس اللجنة الإعلامية. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. ربنا يسلم أهلا بحضرتك. ربنا يخليك دكتور. أهلا بحضرتك. حضرتك تعليقك إيه على سير اللجان الانتخابية والتزام الناس بفتح اللجان؟ تعليق حضرتك إيه على المشهد الانتخابي امبارح والنهاردة؟ هو في البداية إحنا يجب علينا أن نقدم تحية للقضاة الأجلاء. طبعًا. سدنة الحق ونساك العدالة وحماتها في الأرض الذين انتظموا في تبيانهم الانتخابية لمباشرة واجبهم الوطني بكل وقار والتزام. طبعًا. وكما يقدم نادي قضاة مصر تحية مليئة بالإعزاز والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة على الانضباط وحسن التعاون مع السادة القضاة واستقبلهم بما يليق بالرسالة التي يؤدونها. نادي قضاة مصر منذ كان على يعني علم بالحدث الكبير الذي تمر به مصر، وبالتالي أن تمت تشكيل غرفة عمليات تبعت العملية الانتخابية. أيوة. من فضل الله لم نتلقى أي شكوى منذ يومين سابقين أو أي بلاغ من السادة القضاة المشرفين إلا واقعتين هقولهم لحضرتك. أيوة. الواقعة الأولى كانت في اليوم السابق أول أمس. أيوة. توفي لرحمة الله أحد السادة الزملاء. أيوة. وحال بعد استلامه المظاريف اللجنة الانتخابية في حد السير، وهو الوكيل النائب العام أحمد جمال العسقلاني رحمه الله ويعني وطيب ثراه. الله يرحمه يا فندم. الله يرحمه. وامبارح تلقينا غرفة العمليات اللي تم تشكيلها في نادي قضاة مصر. تلقينا إجهاد أحد السادة القضاة، حضرتك تعلمي والسادة المشاهدين يعلموا. أيوة. إن المسألة مرهقة جدا. أيوة جدا جدا يعني جدا. اللي احنا بنثمن جهود الناخبين لحضورهم عشان ممكن يقفوا اكتر من ثلث ساعه مثلا عشان يدلي بصوته ويمشوا، بنقول ده وقف في الشمس وتعب. القاضي بيظل لمده 12 ساعه وما يزيد واقف في اللجنه منتظر بكل اريحيه وبكل سعاده الناخب اللي جاي عشان يحاول يساعده وييسر له الامر. ده حقيقي، كلنا لمسناه يا فندم، كلنا لمسناه. بيقع عليه اجهاد شديد جدا، خاصه ان حضرتك برضو تعلمي ان احنا اللجان منتشره في ربوع مصر، فهناك بعض القضاه محل اقامتهم ليس بجانب للاسف الشديد مش بجانب اللجنه الانتخابيه التي يشرف عليها. ايوه فهمت. بالتالي بينتقل، فممكن ينتقل الساعه 6 صباحا عشان يوصل 8 حتى يقوم بفتح اللجنه في ميعاد مناسب. ايوه. ولم تتلقى اللجنه من غرفة العمليات من فضل الله تأخير لجنة واحدة، يعني الحمد لله ما فيش لجنة حتى واحدة أخرت، كل اللجان تم فتحها في ميعاد عظيم جدا جدا من فضل الله بالانضباط والتزام السادة القضاة، يعني عملوا ملحمة عظيمة جدا، وأنا اسمحي لي إن أنا أوجه لهم كل التحية والتقدير. وإحنا بنوجهها لهم مع حضرتك يا فندم. ربنا ألف شكر لحضرتك يا فندم، ألف شكر يا فندم.